الصندوق ده صح. صندوق غريب جميل قوي يا استاذ مصطفى. اول ما في حاجه نطلعها من الصندوق. اعتقد ان اللعبه دي يا استاذ احمد ممكن سنت لعبه بتاعت الجهاز الشطرنج كده. الله عامله كانوا رايقين والله الجماعه دول بيلعبوا شطرنج. شوف رأي دي لعبه غريبه الله. اول مره نلاقيها في الحفلات كلها. لو احنا شفنا اللي جوه بقى شوف 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 دي عضمايه دي بس اكيد لها ليها وظيفه اكيد لها وظيفه بقى. شوف 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 الله الله عضم ترص كده لعب 10 انا وانت يا استاذ احمد بقى. This is subject to for play like chess in our life today. In ancient times, it's called Senet. I don't know exactly how they can play. I don't understand because here we have like 20 a place, and down we have 30. I don't know the function of it. How they can play? دول ازاي فقرتين كده؟ عظم ده مين اللي خلى العظم يجي هنا؟ مش عارف هي بقى محدش عارف انت رصتها عامله ازاي؟ رصتها عامله ازاي؟ لا 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 انا جنبيها كله في مكان واحد.